ما تستهويكيش عليا يا بنت، انت هتستعبطي. بقولك ايه، سيبيني لما يجي اشكه بكلمتين يمكن يحس يا اختي ويخلي عنده شويه دم. خلاص بقى يا خالتي، ما هو غصب عنه والله، ان كان عليه هو عايز يدخل النهارده قبل بكره. وانا كمان برضو بصراحه يا خالتي بقى. يا نحنوحه يا حلوه، انا قلت انا هتصرف يعني انا هتصرف. يا ريتنا يا اختي جبنا سيره حاجه عدله، اهو جه القرد ابو زديري هيخش دلوقتي يتنطط يتنطط يتنطط. طب والنبي يا خالتي افتحي له بس على ما اغير هدومي براحه عليه. ها ان شاء الله تتفتح دماغه. ما تتنيل تستنى مسروق على ايه؟ هتخرب الجرس ده، هتخرب بيتك. ما تبطل بقى خبطه في دماغك. ايه في ايه؟ بتسرقنا كده ليه؟ صباح الصباح وليالي الملاح على مداوية الجراح السنيورة صباح. اهو صباح زي وشك والسلام. ايه يا اخوي داخل علينا كده زي عود العصب المسوس، ايد ورا وايد قدام، انت ما بتحسش؟ قلعت برقع الحياة من ساعة ما ربطت البت معاك، ما دخلتش علينا بكيس برتقال. اجيب ايه يا خالتي وانا داخل بيت الكرم كله؟ يعني مهما قلت مش هوفي، ومهما جبت مش هيكفي. مفيش بقى لقمه على السخانه عشان هفتن. طبخه سم هاري تدفع وماله، بس اعمله لنا سندوتشات بقى عشان مستعجلين. مستعجل على الديوان يا خي؟ اديك هتاخد المعدوله تسرح معاك في الموالد كتك ست النيله. موالد ايه؟ هو انا ساحب معايا غازيه؟ فيها يا خالتي؟ انت بتكلمي هاني الدبدوب اكبر دي جي ومتعهد افراح وحفلات في البلد، وان شاء الله يوم فرحك هظبطك. لو على وشك مش عايزه اتجوز، بلاها جواز يا اخوي. جرايه يا خالتي، انا بتدلع عليكي، انت زي امي. امك؟ امك مين يا روح امك؟ امك بيعت البطاطا؟ بتسلم عليكي والله، قالت لي اول لما تشوف خالتك صباح تبصي لي. يلا يا شوشو عشان متاخرين. خلاص انا جهزت اهو يا دبدوبي دوبي دوبي. ايه الحلاوه والالاقه دي؟ عجبك؟ تحفه. كل الشباب صحابي قالوا لي كده. شباب مين يا بنت اللي قالوا لي كده؟ بنكفك يا دوبي دوبي، بهرك بجد التوب. جميل جدا، ده جديد ده صح؟ يعني مش قوي، من ثانوي كده. سنة انا برضو بقول ايه ريحه النفتالين دي؟ لا دي ريحه الاسبراي بتاعي، بس هي كارفه بس. اسبراي يقضي على الرائحه والحشرات في ان واحد؟ لا بقى ماشي. طب يلا عشان مستعجلين. هدي السرعه شويه. بقول لك ايه، ولا تحتكي بيا ولا تتكلمي معايا خالص، انا على اخري. ماله اخرك؟ يعني عاجبك يعني الامراض اللي بتامرزها لي خالتك صباح دي؟ طب وايه يعني، ايه الجديد؟ ما كل ما بتشوفك بتامرزها. ايوه بس الانسان مننا برضك طاقه، وانا هفضل ان شاء الله كده اتامرز لحد امتى؟ وبعدين انا عملت ايه اصلا عشان الامراض اللي بتامرزها لي دي؟ ما هي دي المصيبه، ان انت ما بتعملش. عارف لو كنت عملت ما كانتش امراضاتك، انما انت بقالك 3 سنين داخل واكل شارب نايم قاعد رايح جاي. خلاص بقى سك على الموضوع ده لحسن، وكتاب اللي هخش بينا احنا الاتنين في اي وقت. خلاص 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 براحة.